وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أيضا المسلة، وهي رمز ماسوني وفرعوني مرتبط بطقوسهم في عبادة الشيطان، ويمكن مشاهدته في أماكن كثيرة في العالم، بما لا يدع مجالا للشك في أن هناك عملا منظما لتحويل رموز الشيطان إلى واقع ثقافي تمهيدا لقدوم الأعور الدجال. إنه نصب الشيطان الذي يرجمه المسلمون منذ أكثر من 14 قرنا، والذي يتجمع حوله ملايين المسلمين سنويا ليرجموه بالحجارة ضمن طقوس الحج الواجبة للبراءة من الشيطان وأتباعه. من غير نصب الشيطان؟ ولمصلحة من غيروا نصب الشيطان؟ Thank you.
هل يعلم المسلمون أين نصب الشيطان الآن؟ إنه فوق جبل عرفة، يتبرك به المسلمون في يوم وقوفهم على جبل عرفة، ويقرؤون القرآن قربه ويلبون لله. إن نصب الشيطان فوق جبل عرفة. في السعودية نبقى يدور جدل على وجوب إزالة شخص في عرفات أو إبقائه، حجة المطالبين بإزالة أن لا أصل له في الإسلام، مما يعتبر الرافضون أنه جزء من أثار يجب المحافظة عليها. في مكة المكرمة لا شك أنها جزء من هويتنا، جزء من تاريخنا، جزء من شخصيتنا، يجب أن نقف بحزم أمامها والحفاظ عليها. Thank you.
لاحظ طريقة البناء وستعرف من يهتم ببناء أعلى مكان في العالم فوق الكعبة المشرفة مباشرة التي تمثل مركز الطاقة في الكون. هذه الصورة عن طريق الأقمار الصناعية للكعبة المشرفة. لاحظ حجم البناء المهول والذي يعتبر أكبر وأعلى بناء شيده الإنسان على سطح الأرض. لاحظ حجم الكعبة المشرفة أمام هذا البناء العملاق، وسنثبت لكم بالدليل مصدر هذا البناء ومن هم البناؤون. بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحراب صلاته، ومكان هبوط الوحي، وبيت أم المؤمنين خديجة عليها السلام، والمكان الذي ولدت فيه فاطمة الزهراء عليها السلام، يبنى فوقه ظلما مرافق صحية بالقرب من بناء ماسوني في قلب مكة المكرمة. فمن يقودنا يا ترى؟ وإلى أين تتجه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟